أعزائي الطلبة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل باقي الديدان المسطحة، ناخذ الديدان الشريطية اللي هي سيستود. عندي بالسيستود أهم نوعين، بالسيستود هم التينيا سازيناتا والتينيا سوليوم. التينيا سوليوم متشابهين دورة حياتهم، متشابهين في بعض الصفات ويختلفون في صفات أخرى. عند التينيا سوليوم تعيش ديدان بالغة فيها مع الإنسان، اثنيناتهم تينيا ساجناتا تينيا سوليوم يعيشون مع الإنسان. يتألف الجسم من رأس صغير سكولكس، هذا هو السكولكس، هذا السكولكس محاط بأربعة محاجم ومتوج بهالة من الكلاليب هوكس، كلاليب كايتي كلاليب هوكس كايتينية. يتصل الرأس بعنق صغير، هذا هو العنق الصغير، فسلسلة من القطع الجسمية بروغلوتيدز، نسميها القطع الجسمية بروغلوتيدز، تزداد تسعا من الأمام إلى الخلف. قسمناها إحنا إلى ثلاث مناطق، القطع الأمامية سميتها ماتشور غير البالغة، والوسطية بالغة ماتشور، والأخيرة نسميها جرافيد، هذه هي الجرافيد. الجهاز الهضمي معدوم، مثل ما أخذنا الصفات العامة للديدان المسطح بعضها يمتلك الجهاز الهضمي والبعض الآخر تكون خالية من الجهاز الهضمي. هذه المجموعة تكون خالية من الجهاز الهضمي، تمتص المواد الغذائية عن طريق تدار الجسم. يتكون الجهاز العصبي من دماغ صغير يقع في الرأس في السكولكس، وتمتد منه بضعة أعصاب إلى أجزاء الرأس نفسه، وتنشأ منه 10 حبال عصبية طولية، 2 ظهريان و2 بطنيان و3 على كل جانب. هذه القطع، هذه الأعصاب، وهذه الألياف العصبية والحبال العصبية تتشابك أمام أو أعلى أو في كل قطعة جسمية بواسطة خيوط عصبية مستعرضة. الجهاز الإبرازي يتكون من خلايا لهبية تتصل بقنوات دقيقة تؤدي إلى قناتين رئيسيتين في جانبي الجسم. ثمة قناة مستعرضة تصل بين القناتين الرئيسيتين في نهاية كل قطعة جسمية، وتفتح بالفتحة الإبرازية اللي تقع في مؤخرة جسم الدودة، تكون هذه الديدان خنثية. دورة الحياة، هذه دورة الحياة، نروح للمخطط. قلنا احنا دورة حياة التينيا ساجناتا والتينيا سوليوم هي دورة واحدة، لكن فقط باختلاف المضاءف الوسطية. المضاءف النهائية الاثنيناتهم هو الإنسان، الإنسان أمعاء الإنسان ممكن أن يحتوي على التينيا ساجناتا أو على التينيا سوليوم، لكن المضيف الوسطي هو يختلف. هذا جسم الإنسان يحتوي على الديدان البالغة موجودة بالأمعاء، تطرح البيوض، هذه ديدان تطرح البيوض إلى الخارج. هذه البيوض أسميها تحتوي على جنين سداسي الأشواك الأونكوسفير، أو يسموها هيكسا كانث لارفا، تحتوي على 6 أشواك، زوج، زوجين، 3 أزواج. هذه الأزواج، هذه 3 أزواج من الأشواك محاطة البيضة بغلاف يسموه كرياتيني لايك بروتين يحميها من المؤثرات الخارجية. هذه قطعة التينيا ساجناتا وهذه قطعة التينيا سوليوم. بعد ما تطرح البيوض إلى الخارج تلوث المراعي، تلوث الأعشاب، تتناولها الأبقار إذا كانت تينيا ساجناتا والخنازير إذا كانت تينيا سوليوم. تنمو البيضة، تخترق جدار الأمعاء وتصل إلى الدورة الدموية، ثم تصل إلى الأعضاء الداخلية، الأحشاء الداخلية والعضلات، تستقر داخل العضلات وتكون ما يسمى بالسيستيسيركاي، هذا هو السيستيسيركاي. يبقى هذا الطور في داخل العضلات حتى يتناول الإنسان، يتناول لحوم الخنازير في التينيا سوليوم أو لحوم الأبقار في التينيا ساجناتا. هذه اللحوم تكون نية أو غير مطبوخة بصورة صحيحة، يتناولها الإنسان وتوصل إلى جدار الأمعاء هناك، حيث تخترق، تفقس، تتحرر اليرقات من داخل السيستيسيركاي وتلتصق بجدار الأمعاء بواسطة الهوك أو الكلاليب، وتبدي تنمو وتكون ديدان جديدة، ديدان تنمو وتتحول إلى ديدان بالغة، وبعدها تبدي تطرح البيوض وتعيد دورة حياتها من جديد. لو نجي نلاحظ الفروقات ما بين الشريطية بين الساجناتا والتينيا سوليوم. عندي هاي التينيا ساجناتا أيضا ديدان شريطية تعيش من الطفل فيها مع الإنسان، مثل ما قلت أجنتها تتكيس في أجسام المواشي بدلا من الخنازير، هذا هو الفرق الوحيد. بالنسبة للشكل، شكل الساجناتا وشكل السوليوم، الساجناتا دائما تكون أطول من السوليوم، تقريبا يوصل طولها 4.5 إلى 6 أمتار، بينما السوليوم يكون طولها 3 أمتار.
وأحيانا الساجنات توصل إلى 15 متر. تتكون الدودة من 1000 قطعة، يعني أجسامها تتكون من 1000 قطعة، بينما السوليوم تتكون من 800 إلى 900 قطعة. الرأس خالي من الكوكس، هذا رأس السوليوم يكون فيه كلاليب، هذا رأس الساجنات يكون خالي من الهوكس. لو نلاحظ رأس السوليوم يكون أو سكولكس السوليوم يكون جلوبيولر، يسموه كروي، هذا يسموه بيراميدال هرمي. تنمو على كل جانب من جانبي الرحم، هذه مهمة جدا بالتمييز ما بين الساجنات والسوليوم، قطعة الساجنات وقطعة السوليوم. تفرعات الرحمية، لو نرجع للسلايد القبلي، هذه تفرعات الرحمية، هذا قطعة الساجنات وهذه قطعة السوليوم. نشوف هذه التفرعات الرحمية، هذه هذا هو الرحم على طوله، هذه التفرعات الرحمية تقريبا 30 فرع رحمي مع الجانبين، بينما هنا تقريبا من 7 إلى 14 تفرع رحمي. المضيف الوسطي هو المواشي بالنسبة للساجنات، وللسوليوم هو الخنازير، هذه بالنسبة للتينيا. نجي للجنس الآخر، هو جنس الأكينوكوكس. أهم جنس، هو أهم سبيشيز موجود به، هو أكينوكوكس جرانيلوسوس. تشبه التينيا من حيث التراكيب الداخلية، لكنها صغيرة جدا، حيث لا يزيد طولها على 8 ملم. هذا هو التينيا، هذا هو الأكينوكوكس جرانيلوسوس. يتألف الجسم من رأس صغير، هذا السكولكس، هذا هو السكولكس، بي روستلم، بي مخطم، وبي هوكس، وعنق صغير، وثلاثة أو أربع قطع جسمية، واحدة، اثنين، ثلاث قطع. هذه الماتشور، وهذه الماتشور، وهذه الجرافيت، تلاحظون هذه البيوض مالية القطعة. تعيش هنا فرق بيها عن الساجنات والسوليوم، هنا الديدان البالغة تعيش في أمعاء الكلاب، وأمثالها أكلات اللحوم يسموها كارنيفيروس، اللي هي كلا الذئاب والثعالب. وقد يأوي مضيف واحد أو أكثر من 100 دودة بالغة، بالآلاف ممكن أن نشوفها داخل المضيف الواحد. لو نجي دورة حياة الأكينوكوكس، شوية معقدة دورة حياة الأكينوكوكس، الأكينوكوكس جرانيلوسوس. هنا ممكن أن يدخل الإنسان ويصاب بال طور البيوض اللي هي تسبب للأكياس المائية، مثل ما تعرفون أو سامعين بالأكياس المائية اللي تصير بالإنسان بجسم الإنسان. المضيف النهائي هو الكلاب، والمضائف الوسطية هي الأغنام والأبقار، يعني نسميها هيربيفيروس، أكلات الأعشاب. ممكن أن يكون الإنسان، لأن الإنسان نسميه أومنيفيروس، يأكل الأعشاب ويأكل اللحوم، ممكن أن يصاب بالبيوض من خلال دورة الحياة. تطرح البيوض، هذه الكلاب هي المضائف ديفينيتيف هوست، المضائف النهائية، تطرح البيوض إلى الخارج. هذه البيوض بعد ما طرحت إلى الخارج ممكن أن تلوث المراعي. البيوض أيضا تكون سداسية، تحوي على جنين سداسي الأشواك، هذا زوج زوجين ثلاث أزواج، هذه هكساكانث لاربي يسموه، أو إمبرينيتد إيك، أو نسميه أونكوسفير، هذا هو الأونكوسفير، جنين سداسي الأشواك. هذا جنين سداسي الأشواك يلوث الأطعمة، يلوث الخضروات، خضروات يتناولها أما الأغنام أو الأبقار أو يتناولها الإنسان. يعني إذن مصدر عدوى الإنسان هي البيوض. بعد ما يتناول الإنسان أو الحيوان، خلينا نكمل الدورة على الحيوان، يتناول البيوض، توصل البيوض إلى الجهاز الهضمي، تخترق زالة معه وتدخل الدورة الدموية، وبعدها توصل إلى الأحشاء الداخلية، الأحشاء الداخلية مثل الليفر، الكبد، واللانج، الرئة، وآخره الطحال والعظام والجلد، ممكن أن توصل كل مكان، حتى للدماغ ممكن أن توصل. وتنمو هناك البيوض إلى طور نسميه الهيدات السيست أو الكيس المائي، تنمو داخل الأحشاء الداخلية إلى الكيس المائي. هو هذا الكيس المائي، يحتوي الكيس المائي على بروتوسكولكس. هذا الكيس المائي موجود بالحيوان وموجود بالإنسان أيضا بالكبد والرئتين والطحال وغيرها من الأحشاء الداخلية، وبالحيوان كذلك أيضا موجود في الأحشاء الداخلية، لأن اثنين مضاف وسطية يعتبرون. كل كيس مائي يحتوي على البروتوسكولكس، هذه هي البروتوسكولكس، هذا لو ماخذين واحد نشوف، هذا هو السكولكس بالأصل، هذه السكر، هذه المحاجم، وينمو إلى تركيب اللي هو سكولكس، هذا هو هذا أصل الدودة اللي كينو كاكسجان الأساس، هو هذا السكولكس، وهذه القطعة الجسمية، هذه موجودة بالحيوان وموجودة بالإنسان. وين موجودة؟ داخل الجسم، وين؟ داخل الكيس المائي. هذه بعد ما يتناول الكلاب، بعد ما تتناول الكلاب الأكياس المائية من جسم
الأغنام أو الأبقار داخل الكبد اللي تحتوي على البروتوسكولكس يتناولها الكلب، توصل إلى أمعاء الكلب وتتحرر هذه البروتوسكولكس وتنمو إلى السكولكس، هذا attached to the intestine of dog، تلتصق هذه السكولكس في أمعاء الكلاب وتنمو إلى هذا الطور اللي هو شفناه بالبداية، هذا هو الديدان البالغة داخل أمعاء الكلاب، بعدها تبدي تنتج البيوض، هذه البيوض تعيد الدورة أما تروح للأغنام أو تروح للإنسان، إذا الدورة واحدة هي بالحيوان وبالإنسان. شنو أهمية الديدان المسطحة؟ ليس الديدان الحرة تشرب الليرية أهمية تذكر لحياة الإنسان، أما المنخرمات اللي هي سميناها تريماتود أو الشريطيات هذه طفيلية مثل ما أخذنا هسه تطفل داخل جسم الإنسان والحيوان وتسبب أخطار، فإصابت الإنسان بالأوبستاركس، هترفس، بالهارزية، تينية، أكياس مائية هي أمثلة قليلة لحالات مرضية كثيرة ناهيك عن الإصابات العديد بين الحيوانات المفيدة. هذه بالنسبة لأهمية الديدان المسطحة. نأخذ الشعبة الأخرى هي شعبة الديدان الكيسية نسميها أسكيه المنفذ. شنو الأسكيه المنفذ؟ تضم هذه الديدان الكيسية خليطا من الحيوانات التي تختلف أصولها وتركيبها اختلافا كبيرا، ومع ذلك فإنها تشترك في بعض الصفات أو بعض الصفات لا يمكن تجاهلها بسهولة، أهمها وجود تجويف جسمي وهمي سميناه سيدوسيليوم أو سيدوسيليميتس، أخذناها من قسمنا التجاويف الجسمية قلنا سيليميتس وأسيليميتس وسيدوسيليميتس، هذه المجموعة تحتوي على سيدوسيليميتس، لذا يمكن جمع هذه الفقريات في شعب عظمى ورد مجاميع إلى مجامع وردها إلى مجامعها إلى مراتب وشعب، وعلى ما نسير عليه هنا أو ضمها إلى شعبة واحدة مؤلفة من عدد من الأصناف دون ما إخلال كبير بأوضاعها التصنيفية. هذول صنفوها هذا جروبن أول من صاغ اسم الديدان الكيسية عام 1910. يتركب هذا الاسم كلمتين هي أسكوس معناها كيس وهلمنث معناها دودة. شنو ميزاتها العامة؟ تتميز الديدان الكيسية بجملة من المواصفات احنا نذكر بصورة عامة، هي حيوانات دودية الشكل ثلاثية الطبقات لها تجاويف جسمية وهمية مثل ما قلنا، تناظرها تناظر جانبي تنعدم فيها ظاهرة التعقيل التام، التعقيل التام يعني segmented يعني جسمها ما يتكون من قطع، يعني جسمها مو مثل إذا حدكم شايف دودة الأرض، دودة الأرض يتكون جسمها من قطع، هذه اللي تسميها الأنيليد ديدان حلقية، هذه ما بيها قطع أو جسمها غير معقل مع وجود تعقيل ظاهر في بعض المجامع، تكون نهاية الجهاز الهضمي مفتوحة بالفم والمخرج ما عدا شعبة فكية الأفواه التي ينعدم فيها المخرج، الرأس مضمور بعض الشيء ولا توجد أجهزة خاصة بالتنفس والدوران، وجود جهاز نفريدي أو البروتونفريدي قوامه من خلايا أو بصلات لهبية فليمسيال، يتكون الجهاز الهضمي أو العفوي يتكون الجهاز العصبي من كتلة من نسيج عصبي يحيط بالقسم الأمامي من القناة الهضمية ويمتد منه حبلان عصبيان طوليان أو أكثر، تكون الأجناس في الديدان الكيسية عادة منفصلة ما عدا بعض الشواذ. لو نجي ناخذ شعب الديدان الكيسية والشعب شعبة الدولبيات العجليات سميها روتيفيرا، تعتبر الدولبيات من أصغر الحيوانات عديدة الخلايا حجما، فهي مجهرية في الأغلب ولعم ولا يزيد طول الجسم عن 3 ملمتر إلا في أنواع قليلة، تتكون هذه الشعوب من قرابة 1800 نوع يعيش معظمها في المياه بصورة بالمياه العذبة ويقطن بعضها البحار، تسبح الدولبيات بصورة منفردة أو بصورة حرة إلا أن عدد من أنواعها ما يكون ثابتا أو نسميها جالسة، كما أن عددا آخر يعيش بهيئة مستعمرات، تكون هذه الحيوانات شفافة عادة إلا أن تلون القناة الهضمية يضفي عليها أحيانا بعض الألوان مثل اللون الأخضر أو اللون الأحمر أو البرتقالي أو البني، الجسم أسطواني نسبيا أو طولي أو طويل رفيع ورفيع أو يشبه الكيس في مظهره، لذلك تسمية الديدان الكيسية، يتكون من جزء أمامي وجزء كبير وجذع كبير
وقدم ونهاية ذات مهمازين أو أصبعين. يكون الجزء الأمامي الرأس مزود بإكليل هالة تاج يسميها كورونة من الأهداب، توج بإكليل من الأهداب يساعد الحيوان في السباحة وجذب دقائق الغذاء أي إلى الفم، وتبدو حركة الأهداب أو أهداب الإكليل وضرباتها المتناسقة كأنها دولاب دوار، يعني مثل عجلة البايسيكل، حركة تناسقية للأهداب للكورونا اللي هي التاج، تاج اللي يحيط بفتحة الفم هو الجزء الأمامي من جسم الكائن الحي. تتحرك هذه الأهداب بحركة تناسقية كأنما تطين أي حاجة، كأنما تدور، لذلك سميت بالدولبيات، لذا سميت هذه الحيوانات الدولبيات أو العجليات. توجد في القدم غدة سمنتية تقوم بإفراز مواد مخاطية تساعد على التساق الحيوان بالأجسام الأخرى. الأجناس عادة تكون منفصلة في الدولبيات، وتكون الإناث أكبر حجما من الذكور ولها مبيض واحد أو مبيضان، أما الذكور فلها خصية واحدة. هذه هي الروتيفيرة، هذه هي العجليات، هذا شكلها، وهذه الكورونا، هذه الكورونا دائرة تحيط بالرأس. التكاثر العذري شائع بين هذه الحيوانات ولم يعثر على الذكور في بعض الأنواع. تضع الأنثى طرازين من البيوض، عندي هنا البيوض الصيفية والبيوض الشتوية. البيوض الصيفية تتميز بين قشورها رقيقة وتنمو عذريا أي من غير إخصاب. تقع البيوض الصيفية بدورها في حجمين، البيوض الصيفية أحدهما صغير وتنشأ منه الذكور، والآخر كبير وتنشأ منه الأناث. أما البيوض الشتوية فتكون قشورها سميكة حتى تقاوم الظروف البيئية القاسية، قشورها سميكة وتتصف بقدرة فائقة على تحمل الظروف البيئية غير المناسبة. تنمو البيوض الشتوية بعد الإخصاب ولا ينشأ منها سوى الأناث. تكون الأناث عند الفقس مشابهة للحيوانات البالغة، وتبلغ النضج الجنسي بعد بضعة أيام في النمو، بعد بضعة أيام من النمو. نقطة راس سطر، الذكور هنا قلت البيوض الشتوية تنطين الأناث فقط. الذكور هاي جاء أشرح بصورة عامة، الذكور تكون ناضجة جنسيا عند خروجها من البيضة، تفقس بيض الدولبيات الثابتة عن يرقات، تسبح بصورة حرة وتستقر بعد لتلتصق بغيرها من الأجسام وتنمو إلى حيوانات ثابتة. تصنيف الدولبيات ممكن نصنفها إلى صنف ثنائي المبايض، تمتلك الأنواع مبيضين ويقسم إلى رتبتين، هما هذين الرتب السيسونيات والعلقيات. وصنف أحادي المبايض مونوغونا أو مونوغوناتا، تمتلك أنواع مبيضا واحدا ويقسم إلى ثلاث رتب، وهي رتبة فلو سكيولاريسيا ورتبة كولوثيكاسيا ورتبة بلويمة. لهنا ينتهي الجزء الأول من الأديدان الكيسية، والسلام.